اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجمنا، نجم سكواش، نجم النادي الاهلي ومصر، مصطفى عسل. مصطفى، الجونه كان خسارتك مفاجاه، يعني انت كنت متقدم 2-0 وبعد كده خسرت 3-2 في بعض قرارات تحكيميه غير موفقه بالمره، انت شايف ده؟ طبعا يعني ماتش ما كانش لصالح اللعب التاني خالص، اخطاء تحكيميه كبيره جدا في الماتش اثرت على نتيجه الماتش وبتحصل عادي، بس بشكل عام يعني الماتش ما يروحش. انت حاسس انت اقرب للفوز؟ لا، ما يعني انا سمعت ان انت كان في 7 نقاط يعني محوريين في الجيم الخامس. الجيم الخامس نقطه وانا بره الملعب ورجلي متعوره، نقطه اتحسبت هنا. يعني انت اتاخرت في نزول الملعب؟ ما اتاخرتش، انا كنت متعور ورجلي كلها كانت متعوره. انا سمعت ان انت دخلت لبست الجزمه جوه. لبست الجزمه جوه من كتر ما هو خلاص هيحسب، ممكن يحسب الماتش. فانا عملت له كده. احنا عندنا في السكواش انت ممكن تعمل 3 دقائق، ولو حتى لو ما عندكش اصابه يعني عندك اصابه يعني فعايز تاخد 3 دقائق تريح بالظبط. فانا كان عندي اصابه، عندي اصابه كبيره كمان ففي رجلي، ما مش عارف اتمشى عليها حتى. فكان لازم بلاستر ولازم حاجات وشاش وتلف عليها، فطلبت الفيزيو عشان يجي يعمل الكلام ده. وطبعا يعني المدير كان قاعد بره والناس، ومفروض ان الثلاث دقايق دول يتنفذوا، ففجاه لقيته بيقول العب العب العب. فطبعا دخلت عارف ان هو هيحسب يعني، فدخلت وانا اصلا رجلي في الملعب، يعني ما كنتش بتصور هتحصل كده. طبعا بقى لما المكسب خلاص كان بيجي، طبعا اخطاء تحكيميه كبيره جدا. وصلت 8-2، كان هو 8-2 وصلت 9-8 يعني 9-8. يعني انت بعد الاصابه كان 8-2، عوضت انت بقى 9-8. بالظبط كده. نقطتين يعني المفروض كاسان كان المفروض نقطتين حاسمتين ليا. سمعت ان في 2 ستروك اتعملوا. يعني انا بخرج نفسي من بره يعني مود مثلا اللي هو الاضطهاد التحكيمي والتركيز مع الحكام، ده ان هو ما بيفرقش خلاص، القرار اتحسب خلاص يعني ده قرار الحكم في الاول في الاخر. بس طبعا كان في طبعا جزئيه عنيفه في الماتش ده، بس يعني بنحاول نتعامل منها الحمد لله، لسه صغيرين فواحدة واحدة يعني. طب قول لي يا